فكره تعلقك بعلي وادم وفكره انت بتتكلم كان على استاذ طارق بطريقه لطيفه ما بتحصلش كتير في الاسر المصريه لما بيحصل حاله ممكن من الانفصال او حاجه زي لا 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 لا, لا انا الراجل ده مربيني استاذ طارق وانا اخي يعني عندي حب ليه غير طبيعي وفي الاخر مخلف احلى اتنين في الدنيا وهو قضى معايا وقت من عمره 14 سنة مربيني وتعب فده بالنسبة لي يعني راجل عظيم يعني وكان مفيش حد يعني ما بتحصلش الخلافات دي وما بتحصلش يعني بتحصل في كل حتة مش معنى ان الحب مش موجود طبعا موجود يعني